وجدنا بأن الرئيس ترامب لا يحب أن يكون هناك قوات عسكرية في الشرق الأوسط، وهذا ما حصل عندما قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا آنذاك، إلا أنه غير رأيه بعد أن المستشارين لديه قرروا بأن ذلك قد يضر بالمصالح الأمريكية. وجود القوات الأمريكية هو ضمانة للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. ما في مانع من إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط إذا كان هناك ضمانات بأن مصالحنا لن تتأثر، ولكن يبدو بأن الرئيس ترامب اقتنع بأن وجود القوات الأمريكية ضروري في الشرق الأوسط لأن مصالح أمريكا تتطلب ذلك. أعتقد بأنه إذا كان هناك رخاء سياسي ودبلوماسي وعسكري في الشرق الأوسط فإنه قد يسحب القوات الأمريكية، ولكن كما تعلمين إيران لها نفوذ في المنطقة وتستعمل أدواتها في شن الحروب مثل حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق وفي سوريا أيضا. طالما أن هذه المنظمات موجودة أعتقد أنه من الضروري إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة. طيب دكتور جابرييل.